اهلا وسهلا بكم ومتابعين معكم بهذا الصباح، وننتقل الان الى فقره قريب وغريب. نساء في معترك العمل السياسي، هذا هو العنوان الذي اختارته الزميله رانيا الشلبي لموضوعها اليوم في فقره قريب وغريب. فالقريب هي المراه بوصفها نصف المجتمع وامنا جميعا التي وهبتنا الحياه، والغريب انها ما زالت تحجم عن المشاركه السياسيه. لماذا هذا الاحجام؟ دعونا نرى ماذا قالت رانيا. رانيا صباح الخير. صباح الخير. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. إذن رانيا، لماذا هذا العنوان ولماذا هذا الموضوع في هذا الوقت؟ هلا نحن مش بس إذا بنطلع على المرأة الأردنية، تقرير رح يخصص المرأة الأردنية تحديدا، بس إذا احنا بنطلع على المرأة بشكل عام موجودة بالشرق الأوسط، وإذا بدك تبعدي شوي لحتى وتشوفي العالم بتلاقي إنه ما بتقدري تحكي إنه دائما بنستعمل كلمة على سبيل المثال للحصر، إلا لما نيجي نحكي عن النساء القياديات في مراكز عالية للأسف بنحكي على سبيل المثال والحصر، لأنه النماذج عندنا مش كثيرة. طب إذا خلينا نتابع التقرير وبنرجع مع التفاصيل للمتابعين. مستوى الدين الإسلامي، ليس هناك نص في الشريعة الإسلامية أو الدين الإسلامي تمنع النساء من أنها تشارك سياسيا، ولكن هناك نظرة عشائرية بتمنعني أني أنا أقعد بمجلس العشيرة وأحكي رأيي زي أي شخص منتسب للعشيرة. هناك من عادة في مؤسسات أو في عندما تصل إلى محطة ما تجد من يقلل من شأنها، تجد من يحول دون وصولها. أنا طموحي أكون رئيسة وزراء. بوثق في المرأة في كل مناصب سياسية. إذا بتعمل صح وبتكون قد المنصب تاخد المنصب وبنوثق فيها، ليش لا؟ طبعاً أكيد، لأنه المرأة هي جزء من المجتمع، وهي إنه شيء ما نقدر نفصل عن المجتمع، وبالعكس لازم إنه إحنا نمكن المرأة وندعمها وكلنا نشتغل إنه إيد واحدة مشان إنه نطلع بمجتمع متطور ونطور منه ونحسن منه كل شيء. أحد مراكز الدراسات والبحوث عمل دراسة عن ما هي أهم الأولويات للسيدات في الحياة، يعني إيش أولوياتكم، إيش الحقوق اللي بتحسوا إنها أول أولوياتكم. أول حق يعني طالبوا في النساء هو حق اقتصادي، تحدثوا عن الميراث، تحدثوا عن المهر، تحدثوا عن اختيار الزوج، تحدثوا عن اختيار التخصص والتعليم والسفر إلى الخارج، تحدثوا عن العمل. نسبة قليلة جدا تحدثت انه عن المشاركة السياسية. لا يوجد في الدستور الأردني على ما أعتقد ما يعيق تطور المرأة، ما يعيق وصولها إلى أعلى المستويات السياسية وأعلى الفاعلية في السياسية، ولكن هي كما ذكرت هي تراكمات، هي تراكمات خارجية وداخلية. ثم التراكمات في داخل المرأة تكرست بفعل القوانين، بفعل العادات والتقاليد، بفعل ترتيب الأولويات، أن المرأة لها بيتها، ولكن يعني إلى حد ما بات هذا الأمر يضعف شيئا فشيئا إزاء قدرة المرأة وضرورة. أهم العوامل اللي بتحد من مشاركة المرأة في الحياة السياسية،
أهم عامل وأكبر عامل اللي هو العامل الاقتصادي. العامل الاقتصادي وهو ما نحكي عن الاستقلالية المادية للمرأة وتدني أجور النساء مقارنة بأجور الرجال في العمل، مع أنهم بيكونوا بيشتغلوا نفس الشغل، ونسبة مشاركة النساء في سوق العمل أيضا هي نسبة ضئيلة جدا. هذا العامل الاقتصادي يجعل النساء نوعا ما أن يكونهن متأخرات في الوصول إلى المناصب السياسية. تغطية الحملات الانتخابية إعلاميا دائما عند الرجال أكبر وأقوى. نطمح بداية بتغيير جذري في القوانين التي تمس القضية الإنسانية الأولى للمرأة، الحقوق الإنسانية الأولى للمرأة، على سبيل المثال حصول المرأة أو إمكانية المرأة إعطاء زوجها مثلا الجنسية الأردنية. هذه القضية تمس كرامة المرأة وكأن جزءا من إنسانيتها ينقص، فكونها أنثى هي لا تستطيع أن تمنح هذا على سبيل المثال واحد من القضايا الإنسانية القريبة جدا من حياتنا والمهمة والملحة. هي ليست فقط ترفا أو طموحا يعني للحصول على منصب كما باقي الأمور، هي قضية إنسانية إجرائية تمس حياة المرأة. أنا بحكي لك عن تجربتي بالبلديات. نسبة النساء اللواتي يحق لهن التصويت بالأردن 55%، 22% يحق لهن الترشح، يعني من بنطبق عليهم المواصفات. أول تحدي كان يواجههم أنه نحن عم نعمل حملات انتخابية ولكن حملات هي كتير بسيطة ومحدودة. ثاني نقطة، بدخلوا على العمل البلدي، وأنا لا أعمم هذه التجربة، منهن من تدخل إلى العمل البلدي لا تعرف عن قانون البلديات، يعني تكون هي أصلا ضعيفة بحق نفسها. وللأسف أنه في منهم كانوا أسألهم أنه أنت ليش ترشحتي، تحكي لي أنه أنا ما عندي شغل ما عندي وظيفة، فزوجي وعشيرتي نزلوني عشان يصير عندي راتب ودخل شهري أروح منه على البلدية وأرجع. ثمة خصوصية لقضية المشاركة للمرأة في الأحزاب السياسية، لأن العمل السياسي الحزبي له تاريخ أنه كان غير مشرع، أما الآن فهو مشرع. إن هذا التاريخ تراكم لدى العقلية الجمعية بأنه ممنوع، والمنع عادة ما يقدم عليه الرجل أكثر مما تقدم عليه المرأة. يعني تعرفين ما يتعلق بالموروث الإنساني، المرأة هي ربما تخشى المجتمع في العمل الحزبي والسياسي، الآن أصبح مشرعا، ورغم ذلك لا زالت التراكمات تحكم المرأة في الإحجام عن المشاركة في العمل الحزبي. مش بس أنت سيدة بدك تكون بمنصب صنع القرار، بدك تشتغلي على موضوع حساسية النوع الاجتماعي وعن حاجات واستراتيجيات النوع الاجتماعي، الحاجات العملية والحاجات الاستراتيجية. الحاجات العملية أنك تحققي الاحتياجات اللي بيحتاجها المجتمع كنوع اجتماعي كجندر ذكورا وإناثا، وتكوني مآمنة بحقوق الفئات المهمشة واللي النساء جزء منها، والحاجات الاستراتيجية اللي هي القوانين والأنظمة. إذن رانيا، لما نحكي عن إسراء ونهاء وخبرتهم الرائعة في هذا المجال، في كتير نقاط بدنا نناقشها، وفي تعليقات مختلفة رح نقدمها للمشاهدين عن الإشي اللي قدموا لنا إياه، كل هذا وأكثر، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا مع هذا الصباح. إذن أهلا وسهلا بكم من جديد ومستمرين معكم بهذا الصباح. قبل شوي مع رانيا وبتقرير العادات النية لليوم في قريب وغريب، كنا عم نتابع تفاصيل مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية. إذن رانيا، خلال التقرير كنا عم نتابع مع نهى وإسراء ضيوفك الكرام عن طبيعة مشاركة الحياة المرأة الأردنية للحياة السياسية، ولكن إحنا شفنا إنهم عم بيواجهوا المشاكل، ولكن تطرقهم للحلول كان نادر. ليش؟ وخلينا نحكي برضه بتفاصيلنا التفاصيل للمشاهدين عن طبيعة المشاكل ممكن يكون عم بواجهها المجتمع الأردني بشكل عام والمرأة الأردنية بشكل خاص، وما هي الحلول؟ هلا مبدئيا في المشكلة الأولى، وبتخيل هي مشكلة موجودة بين الذكور والإناث، بس تحديدا عند الإناث بتزيد، اللي هي فكرة عدم الاكتراث أساسا بالسياسة. نعم. بتعتقد الأنثى إنه في بكتير أماكن، حتى هي موجودة شوي بجيلنا إلى حد كتير كبير، إنه أنا ليه بدي أهتم بالسياسة؟ أنا ليش سياسة إذا تعمل لي؟ إنه ما فيش إشي رح يتغير طالما أنت أساسا عازف عن العمل السياسي
وطالما أنت مش مهتم في العمل السياسي فأكيد ما في شيء رح يتغير. طيب. بالآخر تأثير 3% بيهتموا بالسياسة مش مثل تأثير 50% هم على قدرة بأنهم يعملوا يناقشوا القوانين اللي قاعد عم تتناقش في مجلس النواب، يحطوا حلول، يعملوا توصيات، حتى قوانين الأحزاب مثلا بآخر فترة قاعدة عم تتناقش الأحزاب. دائما الشباب تشكي من الأحزاب لكن ولا مرة حطت إيدها في إيد الأحزاب أو حتى في إيد مجلس النواب وعملت توصيات بشكل القانون اللي بدهم إياه، بدون ما نحن ننتبه أنه كل شيء بحياتنا مسيس. ايش بناكل، ايش بنشرب، شو بنحضر، وين بنطلع، هذا كله اساسا مسيس. فانت لما تبعد بخطوه عن هذا الموضوع وتتركه يمشي مثل ما هو، بالتاكيد انت ما رح تعمل اي نوع من انواع التغيير. بما يخص المراه تحديدا، هي مش من اولوياتها. طبعا احنا ما عم نعمم، بس احنا قاعدين عم نحكي عن الحاله اللي قاعدين عم نشوفها. صح. هي بتعتقد انه هي مش من اولوياتها. اولوياتها انها تبني اسره، اولوياتها انها تعمل بيت، اولوياتها انها تشتغل شغل خفيف من ساعه لساعه معينه. وكمان وين العالم عم بيجر المرأة؟ العالم كان قاعد عم بيجر المرأة دائما باتجاه انها تكون موديل، باتجاه انها تكون جميلة، باتجاه انها تكون اي شيء في هذا العالم، اكثر من ما انه جرها انها تكون قيادية، اكثر من انه جرها انها تمسك مجلس نواب او رئيسة بنتاغون او حتى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لليوم. احنا نعتقد ان الولايات المتحدة الأمريكية هي متقدمة مثلا عن العالم العربي. لليوم ما في رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية. اذا وين العالم، وين السيستم قاعد عم بيجر المرأة بشكل او باخر؟ كان قاعد عم بيجرها بمكان شوي بعيد عن انها تكون بمنصب قيادي كبير. وبتعرفي رانيا، تعليقا على هذا الموضوع، حتى لما نشوف المرأة في منصب قيادي كبير، نظرة المجتمع لها وتحديدا النظرة الذكورية للمرأة في المركز السياسي بيكون انه شخصيتها قوية جدا، او انه صعب التعامل معها، او صعب يعني هذه الانطباعات الاولية بتاخذ عنها، مش انها هي مرأة قوية قادرة انها توازن ما بين بيتها وما بين عملها. وعلى الأغلب ممكن تلاقي كلمة مثلا إنه ما هي بنت، هذا إشي بنسمعه كتير. صحيح. على هاي بنسمعه يمكن حتى في حياتنا اليومية ونحن مش في مراكز قيادية كبيرة. مزبوط. بس نحن نضطر إنه نتعرض لتعليقات معينة. إيش بتعملي؟ روحي سيبك من هالحكي، روحي على البيت، وكأنه أنا بس دوري 1 2 3 4 وأنت ما بدك تعطيني أكتر. بالمقابل لو كنت بعمل إشي برضي، خليني أحكي المزاج العام، مش ضروري المجتمع، لأنه المجتمع نفسه اللي بنتقد لبس المرأة اليوم هو نفسه اللي بيعمل شير لصور المشجعات في كأس العالم بطريقة بتبين لك أنه في نوع من الانفصام ونوع من التناقض في نفس. صحيح. المجتمع بتبلش بداية، لازم نتربى تربية سياسية حقيقية. أغلب النساء والرجال اللي بياخدوا مواقف معينة، سواء كانت مواقف سياسية أو مرات مواقف مجتمعية، بياخدها من تجربته في الحياة، وهذا خطأ. صح، مهم انك تاخذ من تجربتك بالحياه، بس اذا ما كانت هذا الحكي مصقول في اطار نظري، فانت قادر عم تقول انه انا صار معي الموقف الفلاني واخذت هذا الموقف بناء على 1 2 3 4، حللت الموقف تحليل بادوات تحليليه صحيحه. نعم. قدرت انك انت تاخذ موقفك بناء على نظريه حتى تلاقي الحل، او حتى تمشي بحراك او بمجموعه ضغط والى اخره. حتى فيما يخص الحلول، تربيه سياسيه حقيقيه في المدارس، انك تجرب تحسسني باهميه وجودي، صوتي، بقديش انا بقدر اغير، بقديش انا بقدر اسن قوانين، وقديش بقدر اراقب. صحيح. كل هاي الاشياء كثير مهمه. وجودي في الجامعه والعمل السياسي بالجامعه هو شيء كثير مهم، ما ضلك محسسني انه هذا خطر وانه انا جاي على الجامعه بس عشان ادرس. صحيح، بس ما هو الدراسه مش بس دراسه نظريه. طبعاً. بدك تتلقن وتعبي في الامتحانات، وطبعا تروحي انت للعمل وبيئه العمل والمساواه بين الرجل والمراه في الاجور وفي الفرص. يعني قد ايه برايك البيئه المنزليه من اب وام بيكون في لهم دور بتنشئه امراه ذات طابع سياسي؟ بالتاكيد. البيت اللي بضل يطلع على بنته انه لازم يجيب لها بيبي بورن ترضعها وتلبسها وباربيز، وبيجيب للولد مسدس وبقول للولد روح انزل على الحاره وروح العب، ولما يجي الولد يقول له انا عملت هذا التحالف في الحاره بقول له والله جدع وقوي، والبنت لازم الساعه 6 7 تكون خلص لعبت هي بالعابها وراقت ونامت. اي اتيتيود او اي تصرف او سلوك ممكن يخرج من البنت بقول لها عيب انت بنت، ما بقول لها عيب لانه هذا عيب. صح. عيب لانك بنت. صوتها لازم يكون بليفل معين، بدرجه معينه، مش لازم يعلى، لانه اذا علا بيخدش انوثتها.
بهذا التصرف، فبالتالي بتضل انت غصبا عنك حاطه بهذا القالب. وممكن تكون هذه بعض من هذه التصرفات هي تصرفات يجب تنبيه الطفل لها او تحديدا الانثى بهذا الموقف عم نحكي عنها، ولكن كيفيه او ما هي الكلمات المستخدمه في هذا الاطار هي التي تختلف، وهي اللي رح تاثر على ايش رح تطلع هذه البنت. يعني الموضوع لليوم هو موضوع رائع رانيا، مو عادي صراحه، يعطيك الف عافيه، شكرا كثير لك، واحنا دائما على امل ان نرى المرأة في المراكز التي يجب أن تكون بها، وتحديدا لموضوعنا لليوم في المراكز السياسية المتقدمة. شكرا جزيلا لك رانيا، رح تكون معكم بكرة على كل حال بهذا الصباح.